نحن جينا في زيارة للمغرب في تكوين مدة 9 أيام اللي نقضوهم هون في المغرب إن شاء الله تعالى، في العيون والداخلة وكلميم ومراكش وأكادير. الرحلة كانت مزيانة، كانت مزيانة بزاف. كانت إجراءات سهلة ومسخرة، وكانت إجراءات سهلة جدا. مرحبا بكم، شكرا لكم على حضارة الضيافة والاستقبال. دي زيارة لهيئة المحامين الموريتانيين، لهيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون. هذه الزيارة تأتي في إطار تنزيل اتفاقية التوأمة والتعاون بين الهيئتين، وهي استمرارية لما سبق أن تم التنسيق فيه بين النقيبين، نقيب هيئة موريتانيا ونقيب هيئة أكادير. اليوم كنشهدوا واحد اللحظة في الحقيقة هي لحظة تاريخية، لحظة فارقة في هذه العلاقة، لأنها تجسد مظهر من مظاهر هذا التنزيل الواقعي، وليس فقط هذه الزيارة تعطي الحياة لاتفاقية التوأمة والتعاون بين الهيئتين، وكنجنيو اليوم أحد ثمارها. لأنه علاش؟ لأن هذه العلاقة أخوية، هذه العلاقة الإنسانية تأتي في معبر بالنسبة لنا كيتعتبر معبر أساسي، جزء من التراب الوطني، لكن في تجسيد لهذه العلاقة الأخوية اللي كتجمعنا بالإخوان الموريتانيين، واللي كنسعاو أننا نزيدوا نوطدوها ونزيدوا نخلقوا أواصر ديال التمتين ديالها، سواء مهنيا أو إنسانيا وأخويا. تلقينا هذه الدعوة الكريمة من هيئة أكادير كلميم العيون من أجل المشاركة في دورة تكوينية ستساعد في تبادل الخبرات بين هيئة المحامين بالمغرب في كل جهاته وبين الهيئة الوطنية للمحامي. وفي الحقيقة فهي فرصة سعيدة جدا وفرصة مهمة جدا، ونحن سعداء بالمشاركة فيها وبالالتحاق بهم هناك لنستفيد من هذه التجربة التاريخية الضاربة في عمق التاريخ في المهني والتاريخ الثقافي، وسيكون لها جوانب حتى جوانب سياحية، جوانب الاطلاع على عادات وتقاليد وثقافات مغربية نحن نتوق إليها.